السلام عليكم، معكم قناة أم دنيا، إن شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم راح ندير البابي أديزيف أو الورق اللاصق للمطبخ نتاع بنتي. ما عندهاش بزاف ملي رحلت وشوية الفايونس تاعو موش مليح، كما تعرفوا اسمها باطيمات ومش مخدومين مليح. هذو بعض الصور فقط تشوفوا كيفاه بديت. هنا كما هاي، هذا هو المطبخ كما راكم تشوفوا، هذا هو الفايونس، ميم ذاك البلان ترافاي كيما راكم تشوفوا، فايونس ماهيش رخامه. الوغ شريت هذا الورق هذا، رحنا شريناه. على كل حال جبنا رولو فقط، شريناه ب 150 في 10 امتار. هذا الرولو هذا ان شاء الله راح يدير لي كامل واش راني محتاجه. قلت نشارك معكم هذا الفيديو باسكو جاوني بزاف عليه تساؤلات. انا عندي بزاف ملي درت هذا الورق هذا في المطبخ تاعي وعند واحد العام كذا، كل دوك مزيد يجوني عليه تساؤلات ويقولوا لي اسكو نقدروا نديروه على الحيط الاحرش، اسكو نقدروا نديروه في الكوزينه، اسكو نقدروا نديروه. اليوم نجاوبكم ان شاء الله على كلش. هنا حكمت القيس، راني يعني بديت نخدم فيه، نحكم القيس ونبدا نلصق. نحي جوست هذاك ما فيش لا الكولا. على كل حال هذا الورق وكما كنتو شفتوه معايا المشتركين تاعي القدم والمشتركين جدد ان شاء الله راح نزيد نفهمكم. كما قلت لكم ها هو عنو تنسحق هنايا كوبات. انا نخدم بلي مويان دو بوغ اللي عندي، تما اي ماشي شرط تكون عندكم ماتيريال، جوست الكيتور باش تقصوا به. ها هو نجبد شاك فوا الورقه هذه، كون نبقى غير نهبط في بالكوبات تاعي وتها غير تحجتك غير تجبدوه راح يتنحى ماهوش راح يبقى لاصق. هاكم شفتو، لازم نخرج هذوك الفقاعات كامل او هذوك لي بول دير هذوك لازم نخرجهم كامل هكذا باه يجي الورق تاعي يجي كامل كيف كيف. ها شوفوا كيفاش لي قالوا لي اسكو صعيب كي تحبي تنحيه، اسكو صعيب نو تنحيه، هاكم شفتو نجبد ونعاود نرجعو عادي. هذاك اللي درتو في الكولوار تاعي انا هذاك صح شويه صعيب، وهكذاك وعندو طريقه يعني باش تنزعوه نحيوه بالسيشوار، بصح هذا غير تجبدوه تنحيوه. اللي عندها فايونس تاعها باهي وجديد على ما ننصحكش به، خلي الفايونس غير من الاحسن. واللي عندها فايونس تاعها قديم ولا موش مخدوم مليح ولا فيه ديفوات كيما كل خطره واحد اللي كيما كاري اللي عندهم كاريين ويروحوا شاك فوا في بلاصه ولي يعاودوا الفايونس ماهوش ماج دارهم، يخدموا هذا هذا الورق هذا او هذا البابي اديزيف. يبهيو شويه كوزينتهم ونحيو شويه لي ديفو. هذا مكان وحنا نسى تما كي تبدلوا المطبخ ولا تبدلوا مكان من البيت راح يعطينا يعني انا كيما انا يعطيني طاقه ايجابيه، تما يعجبني اعطيكم قلبكم تخدموا تعود كوزينتكم باهيه ولا اي مكان في الدار. المهم نهدركم دوكا. شوفوا هنايا عندي الورق تاعي هذا فيه لي موتيف، شوفوا هذوك لي كاري هذوك لازم تسييو تراكورديوم. نتوما ما على باليش اي ورق عندكم فيه الازهار ولا سامبل، شوفوا اذا كان فيه لازم تراكوردي والبانو مع البانو يسييو تحكموا القياس قد قد او القيس قد قد باش يجيكم كلش سهل. ها غنجبد برك ونختم بالكوبات. على كل حال هذا البابي اديزيف فوق لافايونس رايح يلصق عادي، ما عندكش حتى مشكل معاه. اي فايونس تقدري تلصقيه فوق الرخامه تقدري تلصقيه، بصح في الحيط يكون احرش سيما ما تقدريش، يكون مصبوغ بنوع من لا بينتور او اي صبيغه. كاينه صبيغه من صبيغه اللي يلصق عليها كيما الساتيني راه يلصق عادي، لا لاك يلصق عادي. المهم الحيط نتاعك يكون ليس او املس، ما تقدريش ديري على السيما من المستحيل راح ما يلصقلكش. جربت انا هكذا شويه فوق السيما ما حبش يلصق. باش ها شوفوا كيف راني مراكورديه الكاري هذاك الكاري مع الكاري او المربع مع المربع. خيرت بنتي هذا النوع هذا او اللون هذا للمطبخ تاعها وعيطت لي قالت لي ماما ارواحي. على كل حال شريناه مع بعض توجور من عند ايت مختار في بجايه. قالت لي ماما ارواحي ديريه لي، هاني جيت نديرو لها. كما تعرفوا رمضان على الابواب، ان شاء الله ربي يوصلنا او نعقبوا رمضان ان شاء الله بالصحه والهنا على كامل امه محمد عليه الصلاه والسلام. نتمنى ان شاء الله يجينا بالخير والصحه.
كما قلت لكم هاني نبقى غير بالكوبات غير شاك فوا ندير، وعندي الكيتور تاعي هاو كيفاه نلصق ونقطع. معليش هذوك الزيادة هذيك اللي تجيكم من بعد كي نخلص من راه رايحة نحيها. ها كيفاه قطع بالكتاب. ها كما كنت تشوفوا لكم هذا المطبخ هذا شوية عيان، الوغ هانا درقنا له العيوب نتاعو بهذا الورق هذا. شو نقول لكم، والله غير هايل هذا الورق اللاصق هذا، يتغسل ويتمسح وعادي. انا راني مجربته في الكوزينه نتاعي او في المطبخ نتاعي، عندي كما قلت لكم عام اللي درته، نمسحو نراغيه ماكا حتى مشكل. وحتى ولا كان فيه مشكل مش حاجه اللي كيما المطبخ هذا كي خلصته قلت لكم دالي رولو، فقط رولو سقام لي 150. بدلنا درنا تغيير في المطبخ غير ب 150 الف، مش حاجه اللي غاليه ولا حتى ويفزد لكم على عام عامين تغيروه عادي، مش حاجه اللي غاليه. ها كيفاه نبقى هذوك اللي هذوك كيما قلت لكم هذوك لي بيل دير او هذوك الفقاعات هذوك اللي يجيو لداخل راني نسيين نحيهم باه ما يجي باهي. باش انا حبيت نقول لكم، ومن بعد ان شاء الله نعاود من فوقو بال واش عندكم هذوك لي شيفون تاع الميكروفيبر ولا طرشون ولا واش عندكم تيسيو وتلضوا عليه بزاف، تمسحوه كامل باه يزيد يلصق. هذوك البلايص اللي ما لصقوش راح يلصقوا. ها شوفوا كيف جا، هاو بدا يبان التغيير في المطبخ. شوف نكمل الجهه اللي منا، هذوك الاماكن اللي نتاع لي تيو تاع الماء راح قالت لي بنتي ان شاء الله راح نجيبو بلومبي يعاودوه. نحيو هذوك لي تيو يبدلو لهم الماء باسكو جاو شادين. نفس الشيء هنا دوك ثاني راح نقول لكم على ما قلت لكم، تقدروا تراغيوه تمسحوه. هنا هوريكم راح نقول لكم نعطيكم ثاني نصيحه، قالوا لي وحده قالت لي واش باه تنصحينا. شوفوا هنا ما لازمش تديروا الورق هذا البانو قدام البانو قد لازم تطلعوا البانو فوق البانو بواحد سنتيم على الاقل. هذا الورق هذا وهو الديفو تاعو شنهي، بعد ما يبقى قديم رايح يتجبد، بعد ما يتجبد راح يبان لكم هذاك الفراغ يجي شامت، راح يجي هذاك الفراغ يولي يبان لكم الفايونس. الوغ هذا الورق هذا كي تخدموه، هذه النصيحه اللي نعطيها الكامل اللي طلبوا مني قالوا لي تعطينا نصيحه عليه، ديروا ورقه فوق ورقه بواحد سنتيم باش معليش لاش كي تجبد لكم رايح ماشي حيبان لكم الفايونس. ها شوفوا كيف راح حطيته انا، ها درت واحد بواحد سنتيم ومعليش يعني. ها شوف هذه هي النصيحه اللي ننصحكم بها. و توجور نستعمل هذيك الكوبات تاعي. نتوما استعملوا اي حاجه عندكم تقدروا تخدموا بها، مصاره ولا اي حاجه، مهم حاجه تعاونكم كي ها كيما راني ندير حاجه اللي تساعدكم في الخدمه. ها اذا ما صلح لكم تعاودوا جبدوا وعاودوا خدموا. ها هذه هي طريقه، يعني هي طريقه سهله. بنقول لكم كاينين دوك يجوني هذا كاين يقولوا لي ما يتخدمش هكذا ما يتخدم، انا المهم خدمته هكذا في داري وراني يعني في العام ما تحرك فيه حتى حاجه. هذه الطريقة اللي نورمالمون يتخدم بها، ما عندها حتى طريقة واحدة أخرى.
هو القيصبر كما راكم تشوفوا، كاين فيه مربعات وكاين فيه ازهار، كاين فيه لي جاي كي لا بيير، لازم تراكورديو برك البانو مع البانو هكذا باه يجيكم يبان حيط واحد، ما يبانوش باللي راكي دايره ورق، يبان فايونس ولا يبان حجره ولا يبان ها كيف هكا. شوف ونقطعته جو لو طبعا بعد ان شاء الله كي ندير، انا رايحه ندير واحد الورق هكذا لهذيك البلون ترافاي باه يجي كي رخامه هذاك. كي نقول لكم هايل هايل، يخدموا به حتى اللي في الجدار او ثلاجات. رايحه نكمل ان شاء الله البوتاجي تاعي او الفايونس تاعي، ومن بعد ان شاء الله نوليو هاي هنا هزيت طرشون ما لقيتش كتانه الوغ او ما لقيتش الفون توالي، هاني نخدم بهذا الطرشون تيسي وبرك تكاو عليه هكذا خفيف خفيف هكذا باش يلصق مليح. كما قلت لكم خليكم مع هذا نكمل كامل لا فايونس، ومن بعد نرجع لكم باه ندير لو بلون ترافاي اللي كيفان يجوني عليه بزاف تساؤلات، يقولوا لي اسكو كاين للرخامه واسكو كاين للثلاجه. دوك تشوفوا معايا الفيديو ان شاء الله. هنا بعد ما خلصت الحيط كامل كما راكم تشوفوا، رايحه نغلف هذا اللي خرج هذا تاع صرف المياه، حتى هو راح نغطيه بهذا الورق باه ما يبانليش كما مع لانتيغيبتور وذاك نقطعوه. هنا الدنيا راهي تغسل في المواعن، تغدينا عند بنتي راهي تغسل في المواعن باش نكمل البلون ترافاي، قلت لها ديباراسي لي البوتاجي باش نخدم. هذا هو الورق اللي قلت لكم عليه. حنا ما لقيناش على كل حال نوع واحد اخر كما قلت لكم، ما لقيتش النوع اللي كنا نحوسوا عليه. كنا حابين كاين نوع يبان كيما الجالاكسي يبان كي رخام ما عندوش، قال لي بصح نجيب ان شاء الله. كون بنتي كانت زربانه حابه تزرب تخدم كوزينتها ما استنيناش جبنا هذا، حتى هذا يتخدم يعني يجي فوق البوتاجي، يجي في الثلاجات، يجي الاماكن كامل، مليح للماء. قال لي واش نقول لك، حاجه سخونه بزاف بزاف ما لازمش تحطوا عليه، مي حاجه تكون هكذا ماهيش سخونه بزاف تقدروا. هذا هو جبناها في الاسود، كاين في الابيض ماربري بصح هي كانت حباته اسود، ما لقيناش ماربري بصح كاين هذا النوع هكذا كيما هذا شفته، كان ماربري بصح خلاص له، قال لي نجيب ان شاء الله هذا النوع من الورق هذا. اوكي البلاستيك يبان بلاستيك اصلا، كي تجبدوه بلاستيك لازم يتقص بالمقص، ما يتقصش هذا باليد والله او بالكتاب. هذا يتباع بالمترا، مترا دير بستين ألف، فيه جبنا زوج متر، جبنا مترتين، مترتين سقامو لي بمية وعشرين، جبنا مترتين من هذا مية وعشرين ومية وخمسين تاع تاع الحيط. سقامتنا الكوزينة تاعها كامل ب ميتين وسبعين كلش بالحيط بالبوتاجي، ماشي حاجة. ها شوفوا هنا راني حكمت القيس وفصلت وراح نبلاصيه، ونفس الشيء نخدم بالكوبات توجور، نحكم سقم القيس، تنحي وهو هذا فاني فيه ورق من تحت لاصق. ها شوفوا كيفاه، كما قلت لكم راهو كي البلاستيك ماهوش ورق، هذا تقدروا تراغيوه، تقدروا تخدموا عليه، تقرصوا عليه الكسره، تعجنوا عليه عادي ما يصرى له حتى شيء. هذا اللي حطيته على البوتاجي صحيح على اللي حطيته في اللي درناه في الحيط. نسيو ماكسيموم كيف نحكم القيس، بس البوتاجي راهو معوج، قد ما حبيت نحكم القيس قد لقيته معوج. بصح معليش راح نهز شويه بعد ان شاء الله راح ندير بونت هكذا على الحيط بمام على جال الماء او ميم طون باه يجيني باهي. ها كيما قلت لكم توجور بالكوبات، نسي هذوك لي بول هذوك لازم ما يكونوش باه يجي باهي، وشاك فوا اذا كانوا كاينين نعاود نحي ونعاود نرجعو حتى نتحكم يعني يجي مليح. ها كيما راكم تشوفوا راهو جا طالع شويه، بصح بعد ان شاء الله راح هذاك الشيء كامل يولي ما يبانش.
موش رخامة على كل حال. بوتاجي هذا كان رخامة كان يجي خير وأحسن، اللي عنده رخامة قديمة راح يجي أحسن. كما قلت لكم فايونس، هذا اللي راهو تشوفوا فيه فايونس قديم وموش مخدوم مليح. وكما قلت لكم حابة تعقب رمضان تاعها بيالوغ، ماما قلت لي روحي يعني رحت لها ودرت لها. شاك فوا تجبدوا الكارت اللي من جاي من تحت هذاك الكولا، ما فيش الكولا، هذا الورق هذا فيه منه الكولا، ما استعملوا لا لا كولا والو، غير تنحيوا هذاك الورق وتحطوه وتجبدوا كي سكوتش. ها اوتوكولون هذا الورق هذا، هاو كيفاش وصلت حتى هذيك القصبه هذيك، وكان مقطع توجور بالكيتر ونسي برك هكذا بالعقل بالعقل حتى نجيبو بيان. هذه هي، شوفوا كيف جات الحاشي. كما قلت لكم بوطاجي تاع المعوج، الحاشي هذه كاين مكان طلعت جا الورق طالع وكاين مكان ما جاش طالع. دوكا حنكمل هذه الجهه، هذه جهه لا كويزينيا كما راكم تشوفوا، ونفس الشيء نحطو نجبد بالكوبات حتى نكملو كامل. ها شاك فوا ما يكون فيه داك التكماش نعاود نجبد ونرجعو. بالطبع هنا عندي راهي معايا دنيا تعاون فيا. ها شوف ها هنا بعد ما خلصتو، ما حبيتش نسرب لكم الفيديو، حبيتكم تشوفوا كيفاش خدمتو بالعقل هكذا به. ما ها شوفوا هنا خلصتو لي دوكوتي. ها دوكا حنكمل هذوك هنا فاني هاني درت هذا الجهه هذه. ما عندناش كيما قلت لكم ماتيريال هنا، ما عندهاش، ما كانش متر، انا نخدمو غير بالمتر تاع الخياطه. ها حكمت القيس وفصلت او وحكمت وقطعت. حتى ويكونوا هذوك الزيادات كما قلت لكم ما كانش مشكل، راح نهبطهم على الحاشيه ومن بعد راح نغلفهم بورقه واحده اخرى. ها هنا بعد ما نحط هذاك الورق، ها شوفوا راح نولي نحي الورقه الاولى اللي حطيتها باش ما يجيونيش هذوك الديفو، نسمع نديرها من الداخل. ها نهز الورقه الاولى بس هذيك راهي مصوبه، نديرها من تحت. نسيو ماكسيموم ندرك هذوك لي ديفو. ها شوف كيما قلت لكم هذا الورق هذا ولا هذا الاوتوكولون هذا او بلاستيك يجي كيما قلت لكم للبوتاجي، يجي شوفوا هنا بعد ما لصقتو، شوفوا كيف جا او بدات تبان الكوزينه. كما قلت لكم هذا الاوتوكولون هذا ولا هذا الورق هذا اللاصق يجي للثلاجات، تقدروا ديروا به لي بلاكار، تقدروا ديروا به اي حاجه للبوتاجي كل. هنا كما راكم تشوفوا حبيت ندير واحد لي بوند هكذا باش يجيو كي لا بلانت باش ندرك بهم هذوك لي ديفو. ما عندناش مسطره، استعينا بهذه اللوحه هذه وستيلو ونفصل ونحط. ها كما قلت لكم واش عندي نخدم بلي مويا، ما واش عندنا كما يقولوا لي مويان دو بور. هام شوفوا هذوك لي بوند اللي درتهم
فصلناهم ونبدأ نلزق. شوفوا ها نبدأ من وراء هذيك القصبة هذيك ونخدم هكذا. ندرقوا هذوك لي ديفو. ما قلت لكم كاين بزاف ديفو في البوطاجي هذا. ها هي لابوند الاولى هنا فاني جهه لا كويزينيير فاني. ها شوفوا هنا باني نخدم بان لي شويه البابي هذاك من اللوط. حنعاودها ونعاود نحطها وتنحى عادي. وهذا البوندة هذه اللي درتها فما راح تعاون حتى على الماء، على كي تغسلوا كي يسيح لكم الماء وذاك باه ما يحكم ما يقيس لكمش الماء اللي يجي واللي يجي في ذاك الورق اللي درتو في الحيط يجي في هذا بهذا لابوند هذه. هو يريزيستي للماء اكثر من الورق اللاصق اللي درتو في هنا. ها كيما راكم شايفين بعد ما خلصت كيما راكم تشوفوها كمل الجهه اللي منا. كيما قلت لكم كي اذا بان لكم هذاك الفراغ هذاك عاودوا برك نحيه وتوجور بالكوبات ها راح يضربوا كامل هذوك لي كولاج. هنا نكمل هذيك الحاشيه الرقيقه هذيك فاني درت لها اون بوند هكذا رقيقه. حتى هذيك الحاشيه راه ماهيش مصوبه قد قد، كاين جهه فيها عريضه وجهه ضيقه. نسي برك حتى تسمى تجي قد قد. هنا هاني درت فاني هذيك لابوند من الفوق باش كما قلت لكم عملحها يعني على كل حال لابوند هذيك على الماء ومام طون تجي باهيه تجي تبان كي البلانتا او كي لا بلانت. نكمل الجهه اللي منا جهه الحيط وبتوجور بالكوبات. شوفوا كم شفتوا كي قلت لكم البوتاجي تاعها موجود قد قد، كاين جهه اللي طالعه وجهه هابطه. ها شوف جي كي لا بلانت. هنا نكمل البوتاجي نحينا هذاك الريدو اللي كنا مدايرينو. وعلى كل حال بعد ان شاء الله راح دير بالعقل بالعقل حتى تخدم كل حاجه في الكوزينه تاعها راح ديرهم بعد لي بلاكار. ماهيش خادمه لي بلاكار من التحت، دارت غير هكذا ريدو برك. شوفوا هنا نحط ونقطع وهذيك الزياده هذيك راح ندخلها لدخلاني توجور بالكيتور. ها نكمل الباقي بعد تشوفوه معايا. شاك فوا كيما قلت لكم هذاك الزيادات من بعد تنحاو كامل بالكيتور. لي كوتي فاني هاني كملتهم بهذاك الورق كما قلت لكم دالي رولو كامل. هنا ها بعد ما خلصت رجعت الريدو لي دايرينو من تحت، قلت لكم بلي ان شاء الله راح تكملوا بلي بلاكار. بعد نحي هذاك الريدو هنايا هذا المكان هذا بقالي شويه من البابي من البابي اديزيف. هنا درت هذا المكان هذا او ميم طون حبيت نوري المشتركات اللي قالوا لي اذا اسكو يلصق فوق الحيط راهو لاصق كما راكم تشوفوا هاو لزق. هنا راني ماشي حاطه على فايونس، هنا حاطه على بينتور لا لاك. هنا كما قلت لكم يلصق على لا بينتور تاع لا لاك. شوفوا هاني درتو فوق الحيط ماهوش مخدوم، ما حطيتوش فوق فايونس، ما كاش لا فايونس وين كاين لا كويزينيير. ها شوفوا كيف كملت هذيك الجهه جهه البوتاجي ومام طون كيما قلت لكم ها هو لاصق في الحيط.
على بينتور تاع لا لاك، لازم تكون لا لاك ولا الساتيني، ما تكونش حرشه، تلصق نورمال. هنا بعد ما خلصت البابي اديتيف تاعي راح نوريكم كيفاش جات الكوزينه. نتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو وجاوبت على الاسئله اللي جاوني، ونقول لكم مع السلامه والى فيديو قادم ان شاء الله.